حقيقة شرفني رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك معالي الأخ باسم السالم بهذه الدعوة لأتواجد اليوم مع هذه النخبة الطيبة والرائدة في المجتمع الأردني التي تمثل أحد أهم القطاعات التي تدرك الحكومة تماماً ضرورة أن توفر لها، كما قال الدكتور ماهر المحروق واقتبس من برنانكي أسباب وممكنات الاستدامة والتطور. لا يخفى عليكم أن الحكومة أن هذه الحكومة توفر حقيقة للقطاع المصرفي والقطاع البنكي كل ما تستطيع أن توفره من ممكنات الاستدامة والتطور، وتنظر إليه باعتباره محرك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، في تحقيق مستهدفات تضمنتها وثائق مرجعية مع دخولنا للمئوية الثانية بما فيها وبشكل مركزي وثيقة التحديث الاقتصادي الطموحة للغاية التي تستهدف أن تحقق مضاعفة في نسب النمو وخلق نوافذ توظيفية وتشغيلية. البنوك بلا شك خلال على الأقل العمر الزمني لهذه الحكومة وقبلها بسنوات على امتداد مسيرة الوطن كانت تسهم في التصدي لكل المصاعب التي تعترض سبيل المسيرة الوطنية. هذه الحكومة تشكلت في خضم ذروة وبائية عاشتها الأردن في أوج اجتياح جائحة كورونا للعالم، وكان للبنوك دورا مركزيا في أن ننجو بأقل الأضرار والخسائر من هذه الجائحة. البنوك تسهم في دعم مسيرة الاقتصاد من خلال توفير السيولة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضا لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الكثير من برامج الحكومة وبرامج الدولة الرامية لتحقيق التنمية. البنوك تؤدي خدم بشكل فردي في سلتي المسؤولية المجتمعية، تؤدي الكثير من الخدمات المعتبرة والتي يعتد بها، سواء كانت في إطار مبادرات فردية بسيطة تبدأ بتزيين بعض الدواوير في عمان، أو دعم قضايا أكبر على صعيد الحي أو المحافظة أو المدينة أو الوطن برمته، أو دعما لنشاط ثقافي أو نشاط سياحي أو نشاط ترفيهي أو دعما لمرفق طبي، أو في إطار السلة المجمعة للبنوك التي نحن اليوم بصدد إحدى تجليات ونتاج عملها في توفير مليوني دينار أردني للمستفيدين ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية. المسؤولية المجتمعية ركن أساسي في عمل المؤسسات الكبرى، تمأسست وأخذت شكل وصيغة في الكثير من دول العالم المتقدمة، وابتدأت تأخذ أيضا هذا الشكل الممأسس ولو على قواعد من العرف المستقر في المملكة الأردنية الهاشمية، سواء كانت في القطاع المصرفي أو في المؤسسات الكبرى. وهذه حقيقة ضرورة أساسية لغايات تكريس وترسيخ قيم التكافل الواجبة والضرورية لتحقيق التوازن المطلوب في المجتمع، ولكي يظل الوئام المجتمعي سائدا، ولكي لا نشهد أي انشطارات أو تصدعات لا قدر الله في سياقات نحن بعيدون عنها بسبب إدراك من هو ميسر أحواله للمصاعب الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية التي ربما يتعرض لها الكثير من هم أقل يسرا ولم يمن الله عليهم بالقدرة والكفاية المالية، أو لجهة عدم توافر المقدرة أحيانا لدى الحكومة ولدى الدولة بتوفير المخصص المالي اللازم لتلبية خدمات تغطى من خلال قيام المؤسسات الكبرى والبنوك بواجباتها التي أخذت شكلا مؤطرا في إطار المسؤولية المجتمعية. هذه الحكومة دائما ستوفر للبنوك أسباب وممكنات التطور والاستدامة في القطاع البنكي والقطاع المصرفي الذي هو رديف أساسي وممكن لاستدامة السياسة النقدية الحصيفة التي والمستقلة التي يتولاها البنك المركزي الأردني وتولاها دائما باقتدار. احنا اليوم نقول بأنه حل مشاكلنا فيما يتعلق بالبطالة ورديفها الأساسي الفقر يكمن في التمكين للاستثمارات. البنوك بادرت وأسست صندوق للاستثمارات. نحن بحاجة إلى مبادرات مثل التي بادرت بها البنوك الأردنية وجمعية البنوك بتأسيس صندوق استثماري، سيما في مجالات واعدة مثل مجالات الابتكار، مجالات الفينتشر كابيتال،
إن كان لي أن أتمنى على البنوك أن تقوم بشيء هو أن توفر مزيد من التوفير من التمويل بشكل أيسر للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأيضا بأن تكون لديها نوافذ تمويلية أقل تقليدية في مقاربة المشروعات التي تقع في إطار ما نختلف على تسميته رأس المال المغامر أو غير المغامر. وهناك الآن ممكنات تشريعية لهذه الغاية، ومن ضمنها بعض القوانين التي سنتها المؤسسات التشريعية والحكومة في الأردن لضمان الحقوق، ومن ضمنها قانون أموال المنقولة تأمين الدين الذي يفتح أيضا مجال ربما البنوك للتحرك في هذا الإطار بعيدا عن الإطار التقليدي للإقراض والاقتراض. أشكركم من قلبي، أشكر هذه القامات وأشكر قطاعنا المصرفي الوطني بامتياز، والذي نفاخر به الدنيا ونرى بأنه شريك أساسي، وبأننا نكمل بعضنا البعض معه ومع قطاعاتنا الصناعية وقطاعاتنا التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية في إطار معادلة تكاملية وفي إطار توازن ضروري ومطلوب لاستمرار الوئام المجتمعي وتحقيق النهضة التي يصبو إليها دائما سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين يحفظه الله، والقائمة على فكرة أن القطاع الخاص هو شريك أساسي ليمكن الحكومة من القيام بدورها المركزي في خدمة المواطن وتحقيق النمو.